في عملي بالقيام بجولة على القيادات الروحية والسياسية. في لقائي مع الإمام موسى الصدر قال لي: اسمح لي بعتاب يا حبذا، لو كانت الحكومة من 10 وليس من 8، عند ذاك يكون للشيعة 2 كما للسنة. فقلت له: أنا محسوب على الشيعة كما على السنة. فانفرجت أساريره وخاض في موضوع آخر. هذه الصيغة في توزيع الحقائب بواقع 2 للسنة كما للمورني و1 للشيعة كان يمكن تصورها آنذاك، ولم يعد الأمر كذلك على الإطلاق اليوم. عندما التقينا لنبحث في قبول استقالات الضباط المتورطين بالأحداث، عرض الوزير بطرس قبول استقالات المسلمين منهم جميعا، أما المسيحيون فقبول استقالات عدد مساو منهم للمسلمين، علما بأن نسبة الضباط المسيحيين إلى المسلمين في الجيش آنذاك كانت بواقع 2/3 للمسيحيين و1/3 للمسلمين. أما الرئيس فقد اقترح تطبيق النسبة القائمة في الجيش بين المسيحيين والمسلمين في قبول الاستقالات. وفي حزيران 77 تكررت المشكلة عند البحث في إقالة الضباط، واقترح الوزير بطرس إقالة كل المحسوبين على ما كان يسمى جيش لبنان العربي بقيادة أحمد الخطيب. أما ضباط ما كان يسمى جيش لبنان بقيادة فؤاد مالك، واقترح عدم إقالة أي منهم. توقفت الإقالات ومددت صلاحية رئيس مجلس الوزراء في التشريع حتى نهاية العام 77. وبنهاية هذا العام عاد مجلس الوزراء فجدد صلاحية الاستقالة حتى منتصف العام 78، وسلم من الإقالة المتعاملون مع إسرائيل بقيادة سعد حداد وأتباعهم. هذا الاشتباك لم يصل حينها إلى حل، وقد خلفت هذه المسألة جرحا عميقا في العلاقة بيننا حتى خروجي من الحكم عام 1980.